بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناه عالم لبنى. كنتمنى انكم تكونوا في صحه جيده. فاليوم ان شاء الله جينا واحد البيكنيك، عارفين مدام السيمانه كامله كيكون الدار. ايوا لو ديمونش بنادم كيقول انه يخرج ويخرج وليداتو يلعبوا. فجينا جبنا الغداء ديالنا وجينا نتغداو هنايا في نفس البلاصه اللي كنت جيت لها واحد المره وشاركتها معاكم. فغادي نوريكم زعما المناظر اللي زوينه الصراحه. ايوا البنات، احسن حاجه في هذه الخريجه هي غادي نعمروا واحد البريريت ديال اتاي على بهالطريقه، يعني بلا بوطه بلا والو، على الفاخر وهاد الوراق. يعني اتاي جا ما نعاودش ليكم جرائع. فهذه الطريقه باش زعما هكذا نشعلوا الفاخر، فملي كتشعل هكذا العافيه داكشي بحال حتى كطفي عاد كتخلي واحد الطريقه اللي زوينه ما فيها لا هكذا لا دخان لا والو، ممكن حتى ديك لا بوليسيون ديال لير ما كايناش، يعني زوينه الصراحه. ايوا جمعنا وضحكنا فكانت خريجه زوينه. من بعد دابا البنات غادي نشارك معكم حتى الغداء اللي حضرنا. حضرنا واحد لا سالاد ديال لي ليغوم، سلاده ديال الخضر، وواحد المريقه بالدجاج محمر. يعني بنادم مع هاد الطبيعه راه كيبقى كيجي الجوع الصراحه، كلشي تياكل صغير وكبير. فبلا ما نطول عليكم قوه الهضره، بقاو معايا. ايوا البنات، ها هو الغداء ديالنا، ما شهيتكم؟ يعني الحاجه الزوينه في الغداء وهذا الشيء هي هاد الطبيعه. يعني بنادم كيحس براسو بدل الجو. ف نمشي نتغدى ونرجع لكم. ايوا هذا هو البراد ديال اتاي، شوفوا بالنعناع على حقه طريقه، ما نعاودش لكم. جلدي بصراحه اتاي جا معتبر. ايوا هاد البلاصه البنات اللي في طريقه الحوزيه، كيبيعوا الناس اللي تيديروا هاد الكراسه وهاد الشيء كيبيعوا حتى المسمن. واحد المسمن ما نعاودش ليكم مقرمش، واخا كنا مغدين زعما معطلين، وملي جبنا هاد المسمن مع هاد اتاي حتى هو كليناه مع هاد البرد. ايوا كان البنات، هذه هي بغيت نشارك معكم الخرجه بالتفاصيل ديالها. يعني حنا دابا راه ولينا عائله وحده، كنشارك معكم الزوينه والخايبه. وي ماما
داكوغ واخ نمشيو نشوفو مومو واخ ايه وخلاص دابا راه راينا يبقى يلعبو البنات وانا معاكم مره مره انا غدا نطلع عليكم. البنات انا يلا دخلنا للدار فراكم عارفين الخريجات يلا ساليت بدلت الرايان يلا جلس زعما وحطيت التقاديه في الكوزينه. فمن بعد الخريجه مشينا تقدينا خديت شي حوايج كانوا خاصيني للدار وخاصيني حتى لرايان كذلك. فخلاص صافي هادشي اللي كاين وغدا نشارك معكم ايضا واحد لاسوب اللي كتجي لذيذه الصراحه. انا بعدا ما عنديش مع لي سوب وهاد لا سوب كتعجبني وغادي نجربوها اكيد وغادي تردوا عليا في لي كومونتير غتقولوا لي لبنى بصح هاد لا سوب راه زوينه. فبلا ما نكثر عليكم الهضره غادي تمشيو معايا الكوزينه ونحضروا لا سوب مع بعضياتنا. فغنبداو البنات بالسمك اللي هنايا عندي الميرلون والسول. هادو بصراحه خديتهم لرايان انا عندي رايان عزيز عليه الحوت فغادي ندير لي غير القياس ديالو هنايا. مهم يعني الا كنت دايره شي حاجه ما غيبغيهاش ولا ما ياكلهاش فنجبد ليه هو نطيب ليه ماكلته بوحدو. وانا يا البنات هنايا راه الحوت راني ما تنغسلوش ملي تنشريه مع شي يكون جديد كنغسلو حتى تنبغي نستعمله يعني ملي غنبغي نستعمل رايان عاد غادي نجبدو نغسلو ونشوف شنو غادي ندير ليه. فانا الاغلبيه كنديرو ليه في الفران كيجي بحال المشوي وحتى صحي بالنسبه ليه هو مازال صغير. فبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. فانا كنسدهو عليهم بحال هكا وكنستفهم في المجمد. ايوا خلاص دابا انا جيت لبات حتى هما خديتهم على حساب رايان. وهنايا عندي لي فخويسيك خديت العنب الابيض خديت التمر على جوج الانواع وخديت ليه القرقاع اللوز راه مازال عنده. فانا جرايان عزيز علي هاد الفواكه الجافه ومفيده مزيانه لي انا ما معلماش هكا لي بسكوي وهذا الشيء. هاد الشيء اللي تنعطيه ليه في الدار تيدور وتيبقى تيبقى ياكل يدور ويبقى يزاد ياكلها. يعني قلت هادشي هو اللي صحي ليه ومفيد للوليدات الصغار. فمن بعد ما غدا ننظم هاد لاباط وهاد الفواكه الجافه غادي نوريكم واحد الطريقه اللي تندير بها النعناع وكيبقى ليا حتى المده ديال 15 يوم 20 يوم. يعني راه ما تيخسرش البنات كنحطو كنساه كيبقى بحال جديد. يعني تنوريكم الطريقه حتى هي دابا.
فكيف ما تشوفوا معايا البنات، غادي ندير واحد بابي كويزين اللي غادي نديرو في لابواط، وغادي نقي نقطع النعناع وغادي نوضعو فيه، وغنغطي عليه حتى من الفوق باش ما يدخلوش ما يفزكش لينا، حيت الماء هو اللي تيحرق لينا النعناع او الربيع. يعني انا هالطريقه كنديرها للربيع كنديرها للنعناع. عاوتاني البنات جربوها على ضمانتي، يعني واحد المده حتى ل 20 يوم وغيبقى لكم النعناع ولا الربيع هكا طازج، غير فين ما تجبدوا غادي تسدوا عليه بهاد البابي، وإلا فزق لكم غادي تبدلوا. وهنايا غادي نشارك معكم هاد تيوربو اللي خديتو من اسباس تورك غير ب 200 درهم، حتى هي خديتها نخليها زعما هكذا خاصه للرايان، نطحن لي فيها هكا لي جو اي حاجه ديالتو نطحنها لي هنايا، يعني راه براتيك عمليه. هادي راه تسافري بيها حتى الا بغيتي تسافري بها تسافري بها. ايوا، وغادا نشارك معكم ايضا واحد القريعات وكيسانهم ديال العصير اللي الثمن ديالهم راه زعما حتى هو زوين بزاف. كيف ما شفتوا معايا هاد التيوربو مولينكس بالنسبه للي بيبي ولا دو بيرسون، يعني قاداهم نص لتر كتشز نصف لتر، انا خديت على قبل ولدي، وهادو راه 30 درهم شي حاجه غزاله الصراحه. كويسات زوينين، عصير، الماء، يعني كل واحد وشنو. بالنسبه لي انا نديرهم العصير، قريعات حتى هما زوينين براتيك. فقلت علاش لا نشاركهم معاكم واحد مره مره يضرب دويره، يعني بحال هادو هنيفات. ودابا غادي نمروا للقرعه، انا في المنظور خاص ضروري السيرو ثلاجه عامره السيروات في المنظور، ولدي مراد الله يحفظ كاع الوليدات. ايوا دابا غادي نمروا لاسوب ديال القرعه اللي كتجي رائعه، غادي تبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. ما قطعت القرعه ودرت جوج بطاطاش حلوين، غادي نضيف ليهم اربعه الفصوص من الثوم كيف ما شفتوا، وغادي نضيف ليهم كنوره اللي متوفره عندكم غنمي اولا بقري، كنوره وغادي نضيف ليهم واحد القليل من الكمون، كذلك ملعقه صغيره من الابزار، وملعقه صغيره من الملح. غادي نضيفو ليهم كأس مملوء من الماء، صافي. وغادي نضيف واحد القليل من زيت الزيتون، وغادي نسدو عليها على هذا الشكل.
فهنا البنات من بعد ما طابت لينا لا سوب ديالنا خليتها لواحد المده ديال 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، غادي نضيف لهم واحد جوج الفرماجات مثلثين، وغدا الميكسي غادي نطحن هاد لا سوب على هاد الشكل. واللي ما عندوش هاد الميكسر هذا يمكن له يدير المولينكس داكور. ما فكيف ما قلت لكم البنات من بعد ما غادي نميكسي هكذا كامل غيصبح لينا اون سوب، وغادا نرجع نتلاقى معاكم. ايوا البنات هيا لا سوب ديالنا من بعد ما وجدات غادي نوضعها دابا في زليفات، او ميم طون انكم تشوفوها كيفاش جات، راه كتجي لذيذه الصراحه. فكنتمنى ان لعجباتكم لا سوب ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم. ما تنساوش تخليوا ليا لي لايك ديالكم وشي تعاليق اللي زوينه تفرحوني بها، وكنبغي نشكركم مره اخرى على الدعم ديالكم ليا وعلى التعاليق وعلى الاشتراكات اللي كديروا ليا وكتفرحوني بهم. فما بقى ليا غير نقول لكم ليله سعيده، ونتلاقاو فيديو جديد وفلوق جديد ان شاء الله. فبسلام عليكم.